مشاهدين وبنرحب بنجومنا النهارده نجوم استوديو التحليل الكبار كابتن اسامه عرابي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك ايمن. الله يخليك. كابتن محمد يوسف اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا. كابتن عادل مصطفى منورنا. اهلا وسهلا بيك. حبيبي يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن هاني العجيزي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني. يمكن في البدايه كنا بنتكلم على ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم، واكيد طبعا يا كابتن اسامه عرابي انت ليك ذكريات كتير مع كابتن صالح. انت ما اعرفش عاشرته كلاعب الاول ولا ما عاشرتوش كلاعب؟ حضرته كلاعب. حضرته الاول كلاعب. خمسينات والستينات. الله يرحمه كابتن صالح. طبعا حاجه من الشخصيات الجميله جدا 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 اللي انت تقابلها، ربنا يرحمه ويغفر له. طبعا لنا مواقف كتيره جدا معاه، يعني انا من في النادي من 81 فحضرت كل فتره رئاسته. كان طبعا الفريق مرتجي قبليها وبعدين كابتن صالح. مواقف كتيره جدا في ماتشات كان بيحضرها لنا، ازاي بيوجهنا قبل الماتشات، مواقف كتيره جدا معاه بحكم ان انا لعبت كتير في النادي. انت عارف كان ليه مكان خاص في قعدته، لما بتخش من باب النيل بيبقى قبل المكتب بتاع مدير النادي بيبقوا قاعدين شله كده على اليمين. مزبوط. كتير جدا كنت اروح اقعد معاه. فليا ذكريات كتيره جدا معاه طبعا الله يرحمه، مواقف كتيره جدا عشناها في قرارات كان بيتخذها. هل ليك مواقف شخصيه بينك وبينه؟ اول موقف نهائي بطوله افريقيا سنه 83، انا كنت اول ماتش افريقي ليا كان نهائي بطوله افريقيا، وكان المفروض الاساسي كابتن ربيع ياسين اللي هو كوتوكو. كوتوكو ده كابتن صالح كان رئيس النادي وكان طالع رئيس البعثه. ده هناك هناك. أي. هناك احنا كنا طبعا البطوله خدناها في 82 الاول ولعبنا كوتوكو في النهائي تاني سنه برضو. أي. اللي هي 83. وكنا تعادلنا هنا في المباراه الاولى 0-0، انا ما لعبتهاش ورحنا هناك. ربيع ياسين هو كان الباك الليفت الاساسي طبعا بتاع النادي. أي. اتصاب، فكابتن محمود الجواري يعني طلب مني ان انا العب باك شمال. وانا اصلا وسط ملعب يعني. أي. وقعد معايا فعلا ووجهني وكده ولعبت. كان عندهم لعيب كويس قوي جناح يمين اسمه جون بانيرمان، وكانت فرقه تقيله قوي يعني. كوتوكو كان من اشرس الفرق في الفتره دي. مزبوط. يعني مع الاهلي والزمالك ومولوديه الجزائر، ففي طبعا الخريطه اتغيرت شويه. كوتوكو بعد، لكن كوتوكو ده كان في الثمانينات حاجه. صحيح. المهم انا ابتديت المباراه ديت ولعبنا، وللاسف خسرنا اللقاء ده 1-0 وخسرنا البطوله. طبعا كل الناس كانت زعلانه جدا بعد اللقاء. الكابتن صالح ما انساش الموقف ده معاه. كان نزل الاوضه، وكان زي ما قلت لك رئيس النادي ورئيس البعثه، فاتكلم يعني وهارد لك والخساره مش عارف ايه. وبعدين في عز ما هو متضايق قال ما انساش طبعا أشيد بأسامة عرابي، لاعب هيبقى كويس للنادي ومكسب لينا، ورغم خسارتنا البطولة احنا كسبناه النهاردة. فدي فضلت علقة في ذهني لأن كان أول مباراة إفريقية ألعبها. أيوة. ونهائي وخسرناه. فدي من المواقف طبعا اللي ما انساهاش للكابتن صالح. وطبعا بعد كده توالت بقى المعرفة والقعدات، سواء في بقولك في ماتشات رسمية أو في معادات وديه كده مع مجموعه من اصحابه في 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 جنينه النادي او في في التراس او كده. فحاجات كتيره جدا يعني عشتها معاه يعني الله يرحمه. هو كان قيمه تاريخيه لا تعوض. طبعا طبعا طبعا. واداري من الدرجه الاولى وشخصيه فذة. وحتى يمكن الفيلم او الفيلمين ثلاثه اللي عملهم ومنهم طبعا الشموع السوداء عالق في ذهن الناس، بس مش من ناحيه كمان ناحيه الكوره والناحيه حتى الفيلم ده عالق في اذهان الناس. هو كان شخصيه وهو كاريزما عمل دور كويس على فكره في الفيلم ده، ولو ان هو ما كانش راضي عن نفسه خالص. طبعا. لا هو كان كاريزما يعني. مزبوط. كان ليه كده حاله الله يرحمه ويغفر له يعني. الله يرحمه.